يا ساتر يا سيد، يبالك كيلو نعناع عقب كل هالثوم اللي كلته. هي؟ رايحة الفم هي تال السبب يخلي الناس يزورون طبيب الأسنان بعد التسوس ومشاكل اللثة. ها؟ أنت حالة خاصة يا سيد، لكن أكثر من 30% من الأشخاص اللي يشتكون من رايحة الفم تكون الشكوى عندهم مجرد خوف شخصي. أما بشكل عام 20% من الناس يعانون من هالمشكلة، واللسان بروحه مسؤول عن 50% من هذه الأسباب. هي نعم، حتى بهالحالة لسانك حصانك إن صنته حصانك، وصيانة اللسان تبدأ من تفريشه، وهذا شيء وايد ناس ما ينتبهوا له أثناء تفريش أسنانهم. ولازم دوم نحافظ على ترطيب الفم عبر شرب الماء بانتظام وأكل الخضروات مثل البقدونس والخس والنعناع اللي ترطبوا بنفس الوقت تكافح الرائحة. ولا تنسى يا سعيد، زيادة الوزن والتدخين يضعفون من مشكلة رائحة الفم، فابعد عنهم ولا تكثر البصل والثوم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.